ازاي البني ادم يدمن الذنوب، وخصوصا انه ما كانش يتخيل ان يرتكبها في يوم من الايام؟ الصالحين قالوا ان اصعب الحرام اوله، طب بعد كده يسهل، طب بعد كده يستساغ، ثم يؤلف، ثم يحلو، ثم يطبع على القلب. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ شيوخنا الافاضل قالوا: ثم يبحث الشيطان لك عن حرام اخر. عشان كده اخي المؤمن والموحد بالله، انتبه لخطوات عدوك كويس جدا، وقطع الحبل من البدايه، ده هيكون اسهل عليك بكتير. لا اله الا الله محمد رسول الله.